في اي شارع مصر كده بتشوف ان في كشك كهرباء كده وبيبقى مرسوم عليه زي ما اتعودنا علامه خطر وبتاع عشان ما حدش لا قدر الله يتعرض للكهرباء، وكان الحقيقه شكله بيبقى مؤذي نفسيا حتى لو ما كانش فيه اي رسومات، يعني مجرد كده ان هو يبقى بدون معالم او حتى بدون يعني رسومات ممكن تزود من الناحيه التجميليه البصريه لاي حد بيمر في الشارع. عندنا في مدينة دمياط الجديدة أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة دمياط الجديدة وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة زي ما حضراتكم كده شفتوا قبل وبعد في الصور اللي بتعرض على الشاشة. معانا دلوقتي المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة. مهندس محمد تحياتي لحضرتك يا فندم. تحياتي ليك يا فندم، مساء الخير استاذه ايه. مساء النور. يعني الحقيقه الصور بتتكلم، مش محتاجه ان انا اشرح كتير في التفاصيل والكلام، لكن برضو انا محتاجه اسمع منك يعني ازاي المبادره دي تمت وايه اخر المعلومات المتعلقه بدمياط الجديده والمنصوره الجديده. هو طبعا يا فندم في الفتره الاخيره في الاربع سنين الاخيرين طبعا المدن الجديده كلها شهدت طفره كبيره جدا على كافه المستويات سواء الاسكان او الطرق او رفع الكفاءات او الزراعه او الاناره. فكان من ضمنها طبعا مدينه دمياط الجديده ان احنا فعلا رفعنا كفاءه الطرق والحمد لله الزراعه فعلا تطورنا فيها واعمال الاناره، فاصبحت المدينه دلوقتي بمظهر حضاري جميل. فعشان تتماثل او تكتمل الصوره تماما في دمياط الجديده اطلقنا مبادره تجميل اكشاك الكهرباء بحيث يبقى في فعلا المدينه تظهر بمظهر حضاري، وان فعلا على التطور او النظره تختلف تماما المدينه يبان شكلها كويس جدا. فاطلقنا المرحله الاولى حوالي تقريبا من 7 شهور والحمد لله انتهينا ممكن من اغلب 70% من المدينه. فطبعا استكمالا للوضع ونمنع التلوث البصري لرؤيه الاكشاك بالمظهر الغير معتاد اطلقنا المرحله الثانيه للمبادره وفعلا الحمد لله انتهينا منها تماما على مستوى المدينه. فاصبحت الجميل كمان ان الرسومات واخده من طابع المدينه، يعني البحر والخضره ويعني ثقافه المدينه نفسها. هو طبعا مدينه ساحليه ومدينه طبعا موجوده في وسط حواليها اراضي زراعيه ومدينه على البحر المتوسط طبعا فيها كورنيش. فطبعا احنا يعني تواصلنا مع ناس متخصصين من الجامعات وناس متخصصين في المجال، فالحمد لله احنا وصلنا طبعا للصور اللي حضراتكم شايفينها دي بحيث انها تكون فعلا المدينه تكتمل تماما في المظهر الحضاري بتاعها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة. التفاصيل دي بتفرق كتير جدا يا جماعة والله في الرؤية وفي النفسية وفي طبيعة المكان. يعني الحاجات دي ممكن حد يقولك إيه يعني أنتوا عاملين يعني من الحبة قبة وبتاع، لا الحاجات دي بتفرق قوي قوي في نفسية حضرتك. وفي حاجة اسمها تلوث بصري، يعني لو حضرتك بس تشوفه كده وبيحصل للأسف يعني اسمها ايه موائمه للتلوث البصري، ان انت بتعتاد على المناظر القبيحه للاسف، فلما يحصل المتغيرات دي بيبقى في تطور حتى في سلوكياتك وبيبقى في رقي كده في التعامل من خلال التفاصيل البسيطه اللي ممكن تكون معروضه دلوقتي.